أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة أخبار الفن والمشاهير. في هذا الفيديو النجمة التركية سيريناي سريكايا، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. سيريناي سريكايا هي ممثلة وعارضة أزياء تركية، بدأت مشوارها في التمثيل بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال تركيا لعام 2010، وعرفت الشهرة من خلال تجسيدها شخصية نسيم في المسلسل التركي ليلى، ومن ثم عبر مشاركتها في مسلسل المد والجزر بدور ميرا بليجا. وجمالها وموهبتها جعلاها واحدة من أهم الممثلات التركيات، حتى أنها استطاعت أن تحقق جائزة الفراشة الذهبية مرتين على التوالي. ولدت النجمة التركية سيريناي سريكايا في أنقرة يوم الأول من تموز يوليو عام 91، وانتقلت للعيش مع عائلتها في إنطاليا قبل أن تنتقل مرة جديدة مع والدتها إلى إسطنبول بعد طلاق والديها. وتقول إن طفولتها لم تكن سهلة في ظل غياب والدها، مشيرة إلى أن الحياة من دون أب لطفلة لم تبلغ 7 سنوات قاسية، لأن وجوده أمر مهم لتطوير شخصيتها. ولكن من الجانب الآخر كانت والدتها الدعم الأساسي لها، فعندما كانت صغيرة سألتها أمها عن طموحها وحلمها المستقبلي، فقالت لها إنها تريد أن تصبح ممثلة، وعلى هذا الأساس قررت الأم الانتقال إلى إسطنبول لمساعدة ابنتها على تحقيق حلمها. وفي إسطنبول درست سيريناي سريكايا في مدرسة صالح كونكا الثانوية، وكانت طالبة متميزة، لكنها لم تستطع إكمال دراستها الجامعية لأنها لم تكن علاماتها تخولها دخول الجامعة التي تطمح لها. وكانت لاعبة كرة الطائرة وكرة السلة، واهتمت بممارسة رياضة التنس والرقص اللاتيني، ولكنها أدركت بعدها أن عالم عروض الأزياء والأضواء هو الذي يليق بها، خصوصا أنها تتمتع بالصفات المطلوبة، فطولها حوالي 175 سنتيمتر. وفي عمر 15 عاما شاركت سيريناي سريكايا بمسابقة الجمال الأوروبي للشباب التي أقيمت في جمهورية التشيك. وعلى الرغم من أنها لم تربح، لكنها حصلت على جائزة خاصة من لجنة التحكيم، وبدأت تشارك بعدها في بعض المسلسلات بأدوار ثانوية. وشاركت في مسابقة ملكة جمال تركيا وحصلت على المركز الثاني، أي لقب الوصيفة الأولى، مع الحق في تمثيل تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون، ولكنها لم تشارك فيها بسبب انشغالها في شق طريقها نحو مجال التمثيل، فبدأت في مسلسل لالي ديفري الذي غنت فيه أغنية بإحدى الحلقات وجذبت وقتها انتباه الجمهور. وتم اكتشاف موهبتها الغنائية وتدريبها لتحسين صوتها، وعرض عليها أكثر من مرة أن تدخل مجال الغناء لكنها كانت ترفض، مشيرة إلى أن هدفها هو أن تصبح ممثلة محترفة فقط. وفي عام 2013 بدأ سيريناي سريكايا تحصل على أدوار بطولة للعمل في أفلام ومسلسلات، ولعبت دور البطولة إلى جانب الممثل التركي شاتاي أولسي في سلسلة المد والجزر، ثم شاركت في مسلسل أضنالي ومسلسلي مد وجزر وفاي عام 2017، وأطلقت في الوقت نفسه إعلانات وحملات تجارية للعديد من الماركات التي عملت معهم. وبعد المسلسل الذي جمعها به دخل سيريناي سريكايا بعلاقة حب مع الممثل شاتاي أولسي، لكنهما انفصلا بعد فترة. وعندما كانت تسأل عن سبب هذا الانفصال كانت تظهر ردة فعل غاضبة
وترفض الإجابة، على الرغم من أن شتاي ظل يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى أنه قام مرة بضغط إشارة الإعجاب على إحدى صورها لكنه أزالها سريعا. وفي عام 2016 بدأت علاقتها بالممثل الوسيم كرم بورسين حين شاركا سويا في دعاية لماركة جينز، وقد بقيا مع بعضهما لحوالي 3 سنوات قبل أن ينفصلا ويحدثا بلبلة بهذا القرار الصادم لمحبيهما. وفتور العلاقة بين سيريناي سركايا وكرم بورسين كان السبب الرئيسي لاتخاذهما قرار الانفصال بحسب ما أكدت عدد من التقارير الصحفية. وانشغلت سيريناي سركايا بعرضها المسرحي الجديد أليس في بلاد العجائب، بالإضافة إلى تصويرها عددا من الحملات الإعلانية. كما انشغل بورسين بلقاءات تحضيرية مع القائمين على إحدى شركات الإنترنت العالمية، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات. وفي عام 2020 انتشرت صورا لسيريناي سركايا مع حبيبها الجديد الممثل الكوميدي والفنان جيم يلمز، ما صدم الجمهور خصوصا أنه يكبرها ب18 عاما. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.